هذا مش جديد حسام. الحقيقة هم المجموعة ذي كانت عندها تجربة سابقة في هذا المشروع وهذه الطاقة الكبيرة. عيدنا بخبر بالحق يشرفنا برشا كقراوة كتوانسة وكقراوة كقراوة كتوانسة بينسيور، خاصة كأهالينا في معتمدية حفوظة. أكيد أكيد كلنا الشرف ولينا الشرف أن معناها ينتمي لنا جماعة ذوكما اللي هما معناها بش يكونوا مستقبل البلاد، بش يكونوا هما طاقة البلاد، بش يكونوا هما الانرجي اللي بالحق الطاقات اللي إن شاء الله ما نفرتوش فيهم. وكاو ذين ملخص قولي أنا نحب نقوله، إسرتو إن شاء الله ما فرتوش فيهم إن شاء الله يلقاو الإحاطة اللازمة والكافية، وخاصة يلقاو الإمكانيات اللازمة داخل المعاهد نتاعهم والمعاهد نتاعنا عموما، لأنه هذا خير تمثيل للمؤسسة التربوية العمومية. منح، والله أنا فرحانة برشا بالحق بالخبر هذا. وقت اللي تسمع ديما حاجة فما صارت وصارت، ديما نغزروا البارتي الفارغة من الكيس، ما حلينا ديما زلنا نغزروا البارتي المليانه من الكيس. ان شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله يلقى فرصتهم في تونس، وان شاء الله مش ما تقفش لهنا لا ان شاء الله ما يجيش وقت وباي باي لا تونيزي تاخذهم بلدان اخرى، ان شاء الله يستثمروا في تونس. اي سيرتو ان شاء الله نستثمروا في الطاقات نتاعنا. ونرجع نقول هذا احسن تمثيل للمؤسسه التربويه العموميه. أكيد. اليوم هذه هي الصوره الحقيقيه لولايه القيروان ولشباب ولايه القيروان ولاطفال، لانهم يعني هم مازالوا اطفال في النهايه، اطفال ولايه القيروان. صالح شنو رايك في اللي صار؟ شنو رايك في ابطال حفوظ؟ شنو رايك في الصغيرات لهنا؟ صغار القروان ولاد القروان اللي مثلوا تونس في العالم، يعني الحقيقه لانه نحكيو على بطوله عالميه في النهايه، صارت الفعاليات نتاعها في امريكا. خلينا نحكيو انه ابطال حفوظ هذوما نادي باهي، وكل يوم نزيدوا نتاكدوا انه البلاد هذيا ولاده على الاخر. تونس بلاد ولاده 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 برشا. دونك عايشك على خاطر خليتني انا ساكر، دونك نحب نسال سؤال تحب نجاوب عليه انتوما، نخليو الناس تجاوب عليه. اسكو مش وقيت باش الميدان هذايا نعتمدوه ميدان في الدراسات نتاعنا وفي البيداغوجيه الجديده نتاع الدوله التونسيه، وقت اللي عندنا ابطال كي هكا معناها علاش نخليهم هما باش كيف ما قال نتمنى انهم هما يكونوا ساهلين انهم يمشوا لاي بلاصه اخرى. ومنهم عندنا برشا روا بيان سور. والله شوفوك لك الاختتام سؤال، وقتاش النوادي ترجع؟ بصفه عامه وقتاش النوادي ترجع باش نيفيتي البارتي الفارغه من الكاس فقط؟ هذا هو الحقيقه. شوف انا نفرح برشا فرحان بالحق وقت اللي سمعت حتى تصريحات نتاع الاولياء نتاعهم وتصريحاتهم خذيناهم احنا في شكل سبق صحفي على موجات اذاعه الحياه افهم، الاولياء نتاعهم اللي كانوا فرحانين برشا بصغيراتهم، والحقيقه ان شاء الله اول ما يوصلوا تونس هما غدوه 10 نتاع الصباح يهبطوا في مطار تونس قرطاج باش تكون فما ندوه صحفيه ان شاء الله باش ننقل لكم فعاليات هذه الندوه الصحفيه مباشره على موجات اذاعه الحياه افهم، وان شاء الله باش يكونوا ضيوف بحذانا لهنا في ماتينال الحياه ويقع تكريم من قبل إذاعة الحياة فهم، لأنه هذا أقل حاجة نجموا نعملوها مع ناس كانوا دخلوا لنا الفرحة. اليوم راهي اتقلبت الصورة كومبليت مور، راهو وقع تكريمهم من قبل رئيس الحكومة. حاجة باهية برشا راهو. بيان سور. حاجة باهية برشا. حاجة مزيانة برشا، حاجة مزيانة برشا رجعت فينا الروح، راهو اليوم بينت لنا المستوى الحقيقي نتاع الأبناء نتاعنا، المستوى الحقيقي نتاع المؤسسات التربوية نتاعنا نتاع الإطارات التربوية. في عمرهم هما تبني لهم الوطنية نتاعهم. هاي الدولة نتاعنا مع ما قاعدة تكرم فينا وقاعدة ترى في الحوايج باهي نعملوا فيها. هذا هو الأهم من هذا كل، كونه اليوم وقت اللي عملوا الإنجاز نتاعهم نلقاو رئيسة الحكومة قامت بتكريم الأبطال هذوما، بتكريم المربين، وقيت اليوم أنا نشاطرك الرأي في علاقة بالنوادي، وقيت اليوم باش ترجع النوادي داخل المؤسسات التربوية. راهو النوادي مهما كانت، راهو ريت احنا نحكيو على الروبوتيك، نجمو نحكيو على نوادي مسرح اللي طلع طاقات زادة كبيرة وطاقات شبابية اليوم عندها بيع ودريع في المسرح. نوادي بانواعها، نوادي الموسيقى، نوادي كان سامحني كان قصيت عليك، ذكرتني انا تو رجعتني تقريبا 20 سنه التالي نقرا في البريمير في المدرسه، بالحق ثم نوادي فقدناهم 10 راوهم، ثم بالحق ثم نوادي نلعب ونذكر وقتها السكرابل، اللعب فكريه تذكرهم هذوك ما وين هما هذوك ما راو، والله راو اشتر معناها اشتر الخبره واشتر المعرفه واشتر معناها البيداغوجيا اللي باش تكتسبها واللي باش تبناها واللي باش تنطلق بها للدنيا وللحياه في العمر هذاك اللي هي الحاجه هذيك. ويني ما نعرفش بالحق علاش فقدناه، علاش فقدنا باش نمشيو للمكتبه العموميه.
رانا فيها رانا مستحقين حاجه اسمها بابيي لازمنا نقراو من ورقه. والمكتبه العموميه هي اكثر بلاصه فيها كتبه وفيها ويفي واقل بلاصه فيها عبيد. مالوروزمون نتفكروه كان جماعه البكالوري وقت انا بيرسونيل مو راني في البكالوري بس المكتبه العموميه كلنا ريفزنا غادي انا ريفزت في المكتبه العموميه هي سبب نجاحي خاطر كالم خاطرها كالم خاطرها كالم برشا وفارغه برشا مجرد انك تكح يقولوا لك اسكت دونك لوجيك راهو مش منطقي هذاك علاش انا ريفزت انا ريفزت نقولكم عليها بعد اما ليه نرجع لموضوعنا راهو بالحق اليوم سي تريز امبورتون كونو نعاودوا نركزوا شويه على صغيراتنا ونركزوا شويه على المنظومه التربويه نتاعنا عموما. سينو الاخبار الثاني تونس تنطلق اليوم في اجلاء رعاياها ميناء السودان. صالح تحيه كبيره للدبلوماسيه التونسيه اللي نقطه منوره ومشرفه في الدوله دي على خاطر كل ما تصير ازمه من وقت الحبيب بورقيبه الدبلوماسيه التونسيه ديما مشرفه. نحكي على اكثر من 110 مواطن تونسي كيف ما قالت سهام كوادر مهمه في المنظمات الدوليه والعالميه. اليوم الحرب الاهليه في السودان وان شاء الله ربي يحمي اخواتنا في السودان. القوات المتسارعه قاعده تستهدف بصفه كبيره في المنظمات الدوليه والقوات والمنظمات الاجنبيه الموجوده المتواجده غادي نحكيو على سفارات ونحكيو على برشا منظمات دوليه قاعده غادي. شكرا للدبلوماسيه التونسيه. ما تنساش اللي احنا راهو من اول الدول اللي الحقيقه من اولى الدول في العالم اللي قمنا باجلاء رعايانا ميناء السودان في ظل وفي خضم الحقيقه الوضعيه الخايبه اللي موجوده حاليا في السودان. نعطيكم لمحه بسيطه شنو صاير حاليا في السودان. توا راهو في السودان فما ازمه غذاء كبيره برشا. اليوم راهي المواد الاساسيه في السودان مفقوده براتيكمون اغلب المحلات التجاريه ما فيها حتى شيء باعتبار انه عمليه التزويد ماهيش قاعده تصير. واذا كان تلقى محل فيه المواد الغذائيه فانه تلقاها فوا دو وفوا تروا. ما تنساوش اللي السودان زاد كيف مفتوحه على عدد كبير من الدول وهذا اللي نجم يهدد الدول اللي مجاوره للسودان انها يصير فيها ازمات اخرى. هذه تحاليل وان شاء الله ما نوصلوش للازمه وكارثه على خاطر اليوم نحكيو على اكثر من 400 قتيل في وقت قصير. اي هذا هو هذا هو ان شاء الله ان شاء الله يتحل هذا الاشكال. من انا نقول ربي يجريها على صلاح. امين يا رب. أمين. بالحق ربي يسترهم وربي معاهم وان شاء الله معناها تتحل الازمه هذه في صافيسة. تحيه شكر وتقدير معناها للدبلوماسيه التونسيه اللي في كما قال صالح في كل ازمه نلقاوها معناها واقفه بون ديما الخارج نلقاوها اما الداخل ما نلقاوهاش معناها ان شاء الله زاد للداخل تخلو معنا الداخل ونلقاو فرصه الحياه نتاعنا ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى ان نلقاو فرصه الحياه نتاعنا ولو الفرصه احنا لازمنا نلوجوا عليها باش نجموا نلقاوها مش قاعدين ولا جوس للناس اللي يسمعوا فينا معنا باش احنا قاعدين ونبقاو نقولوا توجيه الفرصه اسعى اي اسعى هذا هو حمسه. في سابقة تحتسب للدولة التونسية بطبيعة وهذا ماهوش غريب على تونسنا العزيزة وتحديدا في وزارة الخارجية اللي كما سمعنا الأخبار وتبنا وشفنا معناها اللي صار الحرب الأهلية اللي صارت معناها فما حاجة تنبئ اللي فماشي خير كما يقولوا فيها معناها مش تتفاقم الأوضاع وكل شيء. الدولة التونسية قرأت حسابها ووزارة الخارجية قامت بالواجب وعاود نقول هذا مش جديد ومش غريب وتحية تونس بالحق خاطر تونس ديما راو يكذب عليك راو تخمم في ولادها كهو ما لازمنا نخمو في ولادنا لازمنا نخمو في ولادنا ولازمنا نخمو في ابنائنا ولازمنا نخمو في التوانسه اللي موجودين في مختلف انحاء العالم. راهو صحيح فما ازمه في السودان ما نخمو زاد في ولادنا اللي موجودين في مراكز الايقاف والحجز في ايطاليا المهاجرين الغير نظاميين زاد لازمنا نتلفتوا لهم ولازمنا نتبعوا السيتياسيون تاعهم لازمنا نغزروا لولادنا في مختلف انحاء العالم. هذا شنو كان عندنا بالنسبه لليوم في عالدايره عالدير عالدير كلنا ان شاء الله باش يكون عرض لاهم الاخبار. تعليقاتكم شباب تهمكم انتم ارائكم في كل المواضيع اللي باش نطرحوها. كنا باش نحكيو اليوم على اونس جابر ان شاء الله غدوة الحيب نواصلوا ونحكيو على اونس جابر والوضعيه نتاعها سينا وبعد شويه موجز الاخبار مع سهام حمدي ومن بعد باش نرجعوا نحكيو على مهرجان باش يصير على مستوى ولايه القيروان وهي الدوره الاولى المهرجان